هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحيانا يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة تغلق الأبواب أمام المؤمن أحيانا ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته، وفيه سلامته، وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، لأن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي. هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله، عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد، يجعل الله له مخرجا من الشرك. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذا كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.